نروح بس نشوف على الهاتف زميلنا فاروق صلاح يقول لنا اخر الاجواء ملعب مباراه ايه. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وبرحب بيك وبرحب بكباتن مصر كابتن علاء ميهوب، كابتن رامزي، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، وكل مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار عندك يا فاروق؟ قول لي ايه الاحداث، اخبارها ايه، الاجواء اخبارها ايه قبل المباراه؟ يعني خليني اقول لك يا كابتن ايمن، منتهى سوء التنظيم من المنظمين في هذه المباراه، منع سياره رئيس بعثه النادي الاهلي الكابتن محمود القطيق من الدخول الى حرم او محيط استاد مركب محمد الخامس. تم منع افراد البعثه المرافقه بالكامل لمده استمرت اكثر من نصف ساعه. كابتن محمود الخطيب، معالي الوزير العمر فاروق، المهندس خالد مرتجي، الكابتن حسام مغالي، تستري قنديل البعثه بالكامل تم منعها، ومنع دخول سياره الكابتن محمود الخطيب، مع ان تم الاتفاق في البروتوكول اللي تم في الاجتماع الفني ان سياره رئيس البعثه والوفد المرافق بيحق ليها الدخول الى داخل الاستاد. تم منع هذا. طب ايه سبب المنع؟ ايه سبب المنع يا فاروق؟ كابتن ايمن، خليني يعني متعود دايما من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي بنتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى المصداقيه. منتهى سوء التنظيم والتعنت من قبل المنظمين لهذه المباراه يا كابتن ايمن. أيوة. مش من النهارده بس، لا ده على مدار الايام الماضيه يا كابتن ايمن. أيوة. سواء في الاجتماع الفني، سواء في امور بيتم الاتفاق عليها، سواء في وجود جمهور النادي الاهلي، منتهى سوء التنظيم من المنظمين. نفس الوقت يا كابتن ايمن، احنا بننوه وبنأكد على عمق العلاقه اللي ما بين الشعب المصري والشعب المغربي، مفيش ادنى مشكله، لكن سوء تنظيم، المسؤولين عن التنظيم صوره اعتقد لا تليق بنهائي اكبر بطوله في القاره السمراء، لا يليق بالمسؤولي الكاف. المشهد اللي احنا شفناه او المنظمين، المشهد اللي احنا شفناه كابتن محمود الخطيب انه ينزل من الطياره على رجليه في امر صعب جدا، يعني مشهد كان صعب يا كابتن ايمن، لكن مع التواصل مع البعض المسؤولين من داخل الاستاد تم الخروج لاكثر من نصف ساعه، ثم دخل الكابتن محمود الخطيب والبعثه الرسميه للنادي الاهلي. حاليا احنا متواجدين داخل مركب محمد الخامس المليء تماما بجماهير الوداد وجماهير النادي الاهلي اللي موجوده على الجانب الايمن للمقصوره. عايز برضو من خلالك يا كابتن ايمن، يعني لو ما وصلش لحضرتك تشكيل نادي الترجي نادي الوداد ده، يعني نقدر نستعرضه مع بعض تشكيل نادي الوداد لهذه المباراه. كابتن ايمن اتفضل يا فاروق، معاك انا معاك. احمد التجناوتي في حراسه المرمى. أيوة. قدامه اشرف داري وامين فرحان. ايوه. في اليمين يحيى عطية الله، وفي الشمال أيوب العملود، قدامهم يحيى جبران. أيوه. قدامه أيمن الحسوني، زهير المترجي. أيوه. جلال الداودي، رضا جدي، ورأس الحربة رقم 9 مبنزة. يعني هم بيلعبوا بطريقة 4-1-4-1 على الورق. بالظبط يا كابتن ايمن، 4-1-4-1 هي طريقه نادي الترجي لهذه المباراه. وبالمناسبه هو التشكيل اللي احنا انفردنا بيه من خلال قناه النادي الاهلي امس واليوم على شاشه قناه النادي الاهلي يا كابتن ايمن. كلمني عن التواجد الجماهيري في الملعب يا فاروق. اقدر اقول لك ان المدرجات مركب محمد الخامس بالكامل تمتد عن جنبتها من جمهور الوداد، ايضا جمهور النادي الاهلي، يعني تقدر تقول اعداد جمهور النادي الاهلي ممكن تتكلم في 2000 او 3000 متفرج. طبعا مع وجود بانرات للنادي الاهلي الاستاد مليء ومفيش مكان لصدم يعني بالنسبه لجمهور الوداد. وزي ما يعني اكدنا من خلال الاتفاق اللي تم في الاجتماع الفني ان التذاكر التي لم تباع تتبقى المدرجاتها فارغه، وده المشهد اللي احنا شايفينه في مدرجات النادي الاهلي، ان التذاكر التي لم تباع تتبقى، وده من الامور المهمه جدا اللي اكد عليها الكابتن محمود الخطيب في حضور المهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي مع مسؤول الكاف في الاجتماع الفني، ان التذاكر التي لم تباع تبقى اماكنها فارغه مراعاه للامان. يعني يكون في متوفر الامان الكافي لبعثه جمهور النادي الاهلي. كابتن طيب. محمود الخطيب مأكد على هذا الامر يا كابتن ايمن. طيب طمني بقى على حاله اللعيبه، الاجواء ديت اللعيبه بعيده عنها ولكن اكيد حاسين بيها، والاجواء دي بتزود الحوافز عند اللعيبه والدوافع اكيد. كابتن ايمن انا هرجع بحضرتك ان نفس المشهد ده احنا عشناه الموسم الماضي في مباراه الترجي في الدور نصف النهائي بنفس الاجواء عشناها.
اللعيبه منفصله تماما تماما عن هذه الاجواء. كابتن محمود الخطيب في اول جلسه ليه في اول اجتماع مع الافراد البعثه الرسميه للنادي الاهلي مع الجهاز الفني بوجود الكابتن سيد عبد الحفيظ اكد على امر تام، قال للكابتن سيد انتوا دوركم داخل ال 90 دقيقه، اي شيء خارج ال 90 دقيقه او ما قبل ال 90 دقيقه هو دورنا ودور البعثه، وكل فرد عارف هيعمل ايه بدوره. انتوا دوركم ال 90 دقيقه ودورنا ان احنا نوفر لكم الجو المناسب. انا عايز اقول لك ان في هذه الاثناء هيبدا ينزل لاعبي النادي الاهلي لاجراء العمليات الاحمائيه. طبعا سامع صحات الجماهير النادي الاهلي كلنا ثقه باذن الله، علي معلول في ياسر ابراهيم في محمد هاني في ايمن اشرف في حسين الشحات في بيرسي تاو في عبد القادر في طاهر محمد طاهر في اليو ديانج في حمدي فتحي في محمد الشناوي. اعتقد الصوت اللي حضرتك سامعه بيغني عن اي كلام. لعيب النادي الاهلي بتقرا الفاتحه وباذن الله يا كابتن ايمن باذن الله ربنا يكون معانا النهارده وربنا يكرم لعيبه النادي الاهلي بالبطوله باذن الله. باذن الله فاروق، ودايما كده بتدينا الاحداث اول باول، وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه باذن الله يا فاروق.